عمر أشكرك على التواجد معي في هذه الحلقة أستاذ سعد. دعني أذهب إلى الشروط التي وضعتها قسد، وهي شروط غريبة عندما قالت نحن لن ندخل، وفقط أرسلت 30 صهريجا محملا بالوقود من أجل أن تعمل اللودرات والتي يعني تبحث عن المتضررين. وضعت شرطين، الأول هو وجود ممثلين عن المعارضة السياسية السورية عند التسليم، والثاني أن تتعهد المعارضة أمام الأمريكان أن هذه الصهاريج لو ضربت فإن قسد ليس لها علاقة. ما هذه الشروط؟ نعم، يعني كلنا نعلم أن قسد هي من تسرق مقدرات الشعب السوري، وهي من تسرق النفط السوري، وهي من هجرت السوريين من المناطق التي تسيطر عليها، وهي من قتلت ودمرت من المباني والقرى والأرياف، وهي من هجرت قسم كبير من السوريين. اليوم هي تبعث ب30 شاحنة تريد أن تكسب سياسيا، لا تريد الدفء للشعب السوري. هي تتاجر بهذه المادة التي سرقتها من آبار النفط المملوكة للشعب السوري، هي تريد أن تحقق مكاسب سياسية وأن تلفت نظر العالم على أنها منظمة إنسانية، وهي أكبر منظمة إرهابية موجودة في سوريا. هي التي قتلت، هي التي هجرت، هي التي تريد أن تظهر نفسها أمام العالم خلال هذه القافلة الملغومة. أنا أعتبرها ملغومة، لا أعتقد أبداً أنها ستصل إلى أيادي المستحقين في المناطق المحررة. الجميع وقف عند هذا الشرط، أن تتعهد أمام الأمريكان أن هذه القافلة لو ضربت فقصد ليس لها علاقة. نعم، هي قوافل ملغومة سياسياً، ملغومة ميليشياوياً، ميليشيا تريد أن تتصدق على من هجرتهم ومن قتلت منهم، هي فقط لتوقف عمليات الإرهابية داخل عفرين وداخل المناطق المحررة. هي فقط لا ترسل المفخخات، هي فقط لا تفجر الألغام والعبوات الناسفة داخل المناطق المحررة بين المدنيين. هي من قتلت مدنيين، هي من فجرت مخابز ومستشفيات، هي لديها سجل عريق بالإجرام. اليوم هي ترسل قافلة مشروطة بأنها لا تتفجر وأن لا كذا. هذه القافلة الملغومة لم يرحب فيها أحد من السوريين. نعم، السوريون محتاجين مساعدة أحرار العالم وليس المستعمرين وليس المجرمين وليس الميليشيات الإرهابية. هذه منظمة إرهابية تريد أن تذل بها وتريد أن تكسر شوكة الشعب السوري الحر الذي ما ثار على بشار الأسد إلا لينال حريته الكاملة وليست المنقوصة. اليوم قسد تريد إذلال المناطق المحررة، تريد أن تثبت أو تريد أن تعطي صورة مغلوطة في هذه العملية الملغومة التي لا يرحب بها أحد في المناطق المحررة على الإطلاق. هذا نفط سوري مسروق، تريد قسد أن تحقق مكاسب سياسية من خلاله. يعني هي مكاسب سياسية فقط؟ نعم، هي فقط صورة سياسية. ما هي الصورة التي ستأخذها قسد؟ نعم، ما هي المكسب، ما هي الصورة التي سترسمها قصد؟ أنها تساعد، أنها إنسانية، أن تفتح المعابر وأن تفتح الحدود وأن تسمح للناس فقط أن يتداولوا بضائعهم. ولكن الماضي الكبير من القتل هذا هل يمكن أن يمحى؟ لا يمكن، هي تأخذ منطقة جغرافية وتحاصرها تماما. لا يستطيع السوريون اليوم الدخول إلا بموافقة أمنية من قبلهم. سجونهم مليئة بالمعتقلين السوريين ليفرجوا عنهم فقط، ويعطون إحصائية بعدد المعتقلين عندهم. هم فقط يتحدثوا عن الذين هجروهم في الرقة والحسكة والمناطق هذه التي يسيطرون عليها، وكم قرية هجروا وكم مدينة دمروا وكم معتقل وكم عائلة قتلوا وكم اغتصبوا الأرض والعرض، واليوم يتحدثون عن قافلة. لذلك هذا مؤلم جدا، يسبب ألما إضافيا للشعب السوري الحر الذي لا يمكن أن يساوم أحد مقابل محروقات أو ديزل أو حتى الغذاء مقابل كرامته. هذا الشعب الذي ضحى بحوالي 1,000,000 شهيد لينال حريته وكرامته لا يمكن أن يتخلى عنها مع منظمة قسد. حاولوا إلصاق المشكلة بالأتراك، أن الأتراك لا 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 أبداً، لا لا أبداً أبداً أبداً، لا أحد في المنطقة يعارض هذه المسألة. فقط قسد شروطها هي عبارة عن إذلال للشعب السوري واتخاذ موقف
ظاهره إنسانيا وباطنه سياسيا وإجراميا أيضا بنفس الوقت. يعني مشاهدينا الذي يريد أن يرسل مساعدات فليدخل المساعدات فقط، يعني لا يحتاج إلى أن يأتي وفد أو إلى غيره كما ذكر أستاذ سعد الخطيب. نعم. فاصل ونواصل مشاهدينا الكرام.